السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. الاقتراح ديال اليوم هو عبارة عن شوربة بالبروكلي. مقاديرها بسيط وطريقة التحضير ديالها بسيطة، والقيمة الغذائية ديالها عالية، يعني الكل كيعرف المزايا ديال البروكلي للصحة ديالنا. لهاد الشوربة غادي نحتاجو كل من عندي نصف كيلو ديال البروكلي اللي أنا نقيته هكا شجيرات، حبة بصل، عندي معلقة كبيرة ديال الكرافس مقطعين، معلقة كبيرة معدنوس وكزبرة مقطعين، يعني معلقة كبيرة مملوءة، وعندي نصف لتر مرق، يعني حسب اختياركم سواء دجاج أو لحم حسب المتوفر عندكم، نصف لتر. وفي التالي يعني على ما تطيب عاد غنضيف هاد الكزبرة، غنضيف معها واحد نصف كأس تاع الكأس إلا ربع قشطة طرية، ومعها فروماج، يعني قطعة ديال الفروماج. هادو هما المقادير، انا غنخدمهم في هذا الروبو كيف ممكن يتخدموا في، يعني يطيبوا في طنجره عاديه، ما غنضيف حتى شي مواد دهنيه من غير اللي في القشطه الطريه وهاد القطعه ديال الفرماج. اول شيء غادي نقطع الخضره ديالي، وغنوضع الكل نطحن. من بعد ما طحنت البروكلي ديالي انا غنضيف له الكرافس في الاول، ومرق، انا هنا عامله مرق بقر، مرق لحم. كيف قلت انا ما غنضيف حتى شي ماده دهنيه ما عدا لا كريم فريش والفرماج اللي غيكون في التالي. كذلك بالنسبه للتوابل، كذلك بالنسبه للتوابل انا حتى على التالي عاد غنضيف له واحد الرشه ديال البزار، وندوق الملح اذا خص نزيد. غادي نعمل له 15 دقيقه، 15 حتى 16 دقيقه ونخليه يطيب. بالنسبه للطنجره، طنجره عاديه كذلك بنفس الطريقه كنوضعوها على النار وكنحسبوا لها 15 دقيقه. من بعد ما مرات 15 دقيقه غنضيف المعدنوس والكزبره، كنخليهم على التالي باش كتبقى ديك الطيبه ديالهم والنسمه ديالهم والفائده كذلك. نضيف قطعه فرماج من اي نوع انتم كتفضلوا، انا عملت هنا جبنه شيدر ولكن من اي نوع انتم كتفضلوا ممكن تستعملوا. غنضيف واحد الرشه ديال البزار، يعني الراس المعلقه ديال البزار، والقشدة الطرية كيف قلت كأس إلا ربع. وغنطحن الكل. من بعد ما طحنت الشوربة ديالي ممكن تضيفوها على النار، يعني تخليوها تطيب مدة واحد ربع دقائق وعاد تسربيوها كيف ممكن تسربيوها يعني في ساعتها. وهذه هي الحساء ديال البروكلي. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، تحاولوا تجربوه وشكرا.